اهلا بيكم. حصل موقف محرج جدا بين الرئيس الامريكي بايدن ورئيس الوزراء في انجلترا بوريس. الحقيقة احرج الناس كلها. حصل ان الاتنين كانوا بيتبادلوا الهدايا، فبايدن ادى لبوريس هدية فخمة جدا، جاب له عجلة لان بوريس بيحب ان هو يعني سايكلينج وبيروح كل يوم الصبح الشغل بتاعه بالعجلة. فبايدن عمل لبوريس عجلة بقى يعني كاستم ميد معمولة مخصوص عشانه، تكلفتها يصل الى 6000 دولار امريكي. فبوريس بقى ادى هدية لبايدن ايه؟ اداله صورة مطبوعة من على الانترنت، جاية من ويكيبيديا لفريدريك دوغلاس، صورة من على الانترنت. فالحقيقة بايدن احرج وبوريس احرج ووزراء الخارجية احرجوا والمصورين حسوا بالاحراج والصحفيين احرجوا والناس اللي بتتفرج من البيوت احرجت والناس اللي ماشية في الشارع احرجت والراجل اللي بيقدم الشاي والقهوة كمان احرج. وموقف محرج لقدام العالم كله. تعالوا بقى في الفيديو ده اقول لكم التفاصيل بتاعة الحاجات دي عشان تبقوا فاهمين ايه اللي بيحصل حواليكم. معاكم رانيا سلطان ودي حكايات من الولايات. الحقيقة القصة بتاعة تبادل الهدايا دي تبدو قصة عادية كده يعني تفاصيلها، ولكن لما تغوص في القصة وتشوف معمقها كده تكتشف ان في معلومات يعني فيها دروس وعظ الحقيقة القصة دي، ومعلومات انا ما كنتش اعرفها قبل كده ابدا. بس ايه، تعالوا اقول لكم التفاصيل. المفروض ان بوريس وبايدن هيتقابلوا في الجي 7 سامت اللي هي لقاء القمة اللي بيحصل بين السبع دول الصناعية الكبرى في العالم، فهيتقابلوا. فكل واحد فيهم حضر هدية عشان ايه يقابل التاني. مين بقى السبع دول الموجودين دول؟ كندا وامريكا، انجلترا، المانيا، فرنسا، ايطاليا واليابان. فاتقابلوا كلهم بقى وكده. فبوريس وبايدن حقيقي تبادلوا هدايا. المفروض ان يعني بوريس ده بيحب السايكلينج وبايدن كمان بيحب السايكلينج. بوريس كل يوم بقى بيروح العجلة الشغل بتاعه بالعجلة. فبايدن قال ايه، قاعد يفكر كده، اجيب له ايه يا جماعة، اجيب له ايه يا جماعة؟ قال له بس هات له عجلة، هو بيحب العجلة. فجاب له عجلة بقى كاستم ميد معمولة حاجة يعني ما حصلتش. مين اللي عمل العجلة دي؟ شركة هنا في امريكا صغيرة كده اسمها بيلينكي سايكل ووركس، دي موجودة في فيلادلفيا. صاحب اللي عمل بقى بيحكي القصة دي، بيقول ان هو جاله ايميل كده، ايميل غريب بيقول له ان احنا عايزينك تعمل لنا عجلة كاستم ميد في خلال اسبوعين، وما قالولوش اي معلومات مين ولا هتتاخد لفين ولا مين اللي طالبها. فهو حتى بيقول انا حسيت ان انا يعني اسكام، يعني حاجه كده ناس بتنصب عليا. ولكن بعد شويه لقى معلومات تانية بيقولوا له يعني ان دي هديه لحد في مستوى رفيع، دبلوماسي رفيع، وعايزينك تعملها في خلال اسبوعين. فقال لهم ان عشان نعملها في خلال اسبوعين ده معناه ان احنا لازم نشتغل 14 ساعه في اليوم عشان نلحق نخلصها. فقالوا لا، احنا عايزين عجله بقى بمواصفات معينه، تكون لايت ويت وتكون مش عارفه ايه ومحطوط عليها العلم ايه وقصص كده. فالمهم قال لهم ان ان البتاع دي، العجله دي هتتكلف 6000 دولار امريكي، ده غير كمان الهلمت. هيعملوا له بقى ايه الهلمت دي اللي هو لازم تلبسها وانت بتركب العجله، عاملينها بقى وعليها حاجات كده مكتوبه بالذهبي وبالفضي وعليها علم امريكا وعلم انجلترا كده كروسنج ايتش اذر. فيعني ايه الموضوع كله هيتكلف 10000 دولار. لكن الحقيقه هم ما دفعوش المبلغ ده، هم دفعوا 1800 دولار بس. ليه؟ لانهم قعدوا يفصلوا معاه. بس الحقيقة هم فصلوا يعني النقطة بقى في ايه، في كذا نقطة في الموضوع ده. اول حاجة انهم بيفصلوا، ان الحكومة الامريكية بتفاصل زيها زينا يا جماعة، اما احنا بنتكسف ليه لما نروح نفاصل؟ يعني فصلوا عادي كده، الناس بتقول لك لا والله مش هينفع كده، طب ها امشي ولا تقول لي كده؟ يقول لك لا بستنى بس شوف دي بكام، بقول له والله لو ما اديتها ليش همشي يعني. فهم عملوا نفس القصة دي، فقللوا المبلغ من 6000 ل 1800. طبعا هتقولوا لي طب يا رانيا ما هم طبعا رئيس الجمهوريه وكده يعني ممكن ياخدها ببلاش خالص. مش في امريكا يا جماعه. الراجل ده صاحب الشركه دي بتاعه العجل ده قال ان هو ما قالولوش مين اللي طالب الطلب ولا هيهدوها لمين ولا اي معلومه غير لما وافق على ان ياخد الشغلانه دي ووافق على العمل ده، عشان ما يتقالش ان هو يعني ضغطوا عليه ان هو يقلل المبلغ او كده. فهو بعد ما وافق على الشغلانه واتفق على المبلغ بتاع 1800 دول، قالوا له ده احنا بقى ده بايدن وعايز يدي البورس والقصه دي كلها. فدي برضو نقطه الواحد يفهم فيها السياسه الامريكيه. يعني المواطن الامريكي ده يعني ليه برضو قيمه، مش عشان انت بقى رئيس الجمهوريه تخش بقى تاخد من خلق الله زي ما انت عايز بقى لا، في نظام برضو يعني.
بوريس بقى هو كمان عايز يدي هديه لبايدن، فراح اداله ايه؟ جاب له صوره لفريدريك دوغلاس. فريدريك دوغلاس ده واحد يعني من الاكتيفست بتوع امريكا، هو افريكان امريكان، وكان بيحارب العبوديه في امريكا وقبل واثناء الحرب الاهليه هنا في امريكا، ويعني راجل من الابطال بتوع امريكا. فهو بوريس بقى لما حب ان هو يديله الهديه دي اداله عشان تتعلق في الحيطه بتاعه البيت الابيض هناك في الوايت هاوس. لما تدخل تلاقي المناضلين والاكتيفست والناس اللي غيروا في تاريخ امريكا وكده صورهم محطوطه على الحيطان في البيت الابيض، فهو اداله الصوره دي عشان يحطها يعني حاجه قيمه، يعني ما هياش حاجه اي كلام. زائد ان هو صحيح الصوره خدها من على ويكيبيديا، ولكن الصوره دي خدتها واحده اسمها ميليسا هايتن، دي موجوده في انجلترا، فالحقيقه هي حطاها حتى الصوره دي فور فري، يعني رويالتي فري. وزاره الخارجيه الانجليزيه طبعا احتراما يعني تقديرا لهذه السيده فكلموها وقالوا احنا عايزين نطبع الصوره فناخد البرميشن بتاعتك، وقالوا لهم طب استنوا بلاش الصوره بتاعت ويكيبيديا، هجيب لكم صوره الريزولوشن بتاعها اعلى على عشان ايه تبقى حاجه كويسه. فهم خدوا بقى الصوره وطبعوها على ورق فاخر وحطوا لها ايه فريم كويس كده، فبيقولوا ان الصوره دي يا جماعه ما هياش حاجه رخيصه، يعني مش ب 10 دولار، لا دي اتكلفت يعني ايه في المئات، يعني بنتكلم في 200 300 دولار حاجه زي كده علشان يدوا له الصوره الفخمه دي. فالناس بقى بتسال طب يا جماعه ايه يعني علامات الاحراج اللي كانت على وش بايدن ووش بوريس والقصص دي؟ ويا جماعه ولا احراج ولا حاجه، انتوا مش فاهمين الوضع. بوريس بقى حسب القانون الانجليزي ان مفيش رئيس وزراء يقدر ان هو يتقبل هدية من حد اكتر من 200 دولار، ما يعادل 200 دولار امريكي، لكن الهدية ب 1800 دولار. فبوريس بقى بص له كده الله، يعني انا هدفع الفرق؟ ما هو حسب بقى قانون بتاع انجلترا لو انت هتاخد الهديه دي حضرتك وعايزها تدفع الفرق. فبوريس بقى غالبا يعني ما كانش بيبص بقى لبايدن بقى اللي هو يا الهديه الحلوه دي، لا كان بيبص له يعني انت هتخليني ادفع بقى الفرق من جيبي، طب انا اصلا مش عايز عجله، يعني مين قال لك ان انا عايز العجله دي؟ فانت دبستني كده يا اخي. وبعدين الموضوع ده بقى ما سببش اي يعني مشكله دبلوماسيه، غالبا هو سبب مشكله عائليه، لانه بقى لما بورس هيروح لمراته يقول لها بقى انا لازم ادفع للعجله، هتقول له عجله ايه؟ احنا متفقين بقى ان السنه دي هنحوش عشان نروح نتفسح ونسافر، احنا بقى لنا قد ايه قاعدين في حجر صحي، فاحنا عايزين نسافر، انت هتاخد بقى الفلوس بتاعنا تحطه في العجله؟ طب ما احنا العجله قديمه كويسه وشغاله. فغالبا الموضوع ده عمل ايه مشكله زوجيه، ما عملش اي مشكله سياسيه، الكلام ده يعني ايه ده في البلاد العالم الثالث، لكن العالم الاول ما عندهمش الكلام ده، مش فارق معاه. كمان هنا القانون الامريكي بيقول ان الرئيس الامريكي لا يستطيع ان يقبل هديه اعلى من 415 دولار فقط. فعشان كده بوريس بقى لما عمل الصورة دي عملها في الحدود دي، عشان عارف ان هو ايه ان الرئيس الامريكي مش هيقدر ياخد هدية اقل من اكتر من 400 دولار، فهو عملها في الحدود دي يعني. فعشان كده جاء من هنا الفرق بتاع الهدايا. فالقصة بقى بتاع تبادل الهدايا دي فيها عبر بقى، منها العبرة الاولى اللي رؤساء بيحافظوا على صورتهم جدا قدام الشعب بتاعهم، فمش ممكن يضغط على واحد عشان يقلل مبلغ، ما يقدرش يعمل الكلام ده يتبهدل في الصحافة. ان برضو شوف بتوع انجلترا كده يعني، حتى ان الست يعني الصوره دي بتاعت فريدريك دوغلاس حطها على الانترنت رويالتي فري، ولكن برضو اخدوا البرميشن بتاعها احتراما، يعني في كده نوع من الادب والاحترام، الدوله بتحترم المواطنين بتوعها. ان رئيس الجمهوريه ده مش عشان هو رئيس الجمهوريه يقدر يعمل اللي هو عايزه بفلوس الدوله او الهدايا تجيله بقى، ما هو رئيس جمهوريه بقى شركات تديله هدايا، لا 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 لا، في ليميت حضرتك، فانت مش عشان رئيس جمهوريه هتاخد بقى، لا حضرتك 200 دولار، 200 دولار دي في ناس هنا في امريكا بيجيبوا هدايا لاولادهم في اعياد ميلادهم اكتر من 200 دولار، فتخيل انت بقى رئيس وزراء انجلترا عايز تهدي بحاجه، ما هو زودش 200 دولار، يعني ممكن مثلا تجيب له تيشرت كده قلم بتاع حاجه، يعني حاجات كده في الحدود دي، يعني ما تزودش عن كده والا ايه يحصل مشكله زوجيه زي ما حكيت لكم. فالحقيقه الواحد لما بيشوف الكلام ده بيتمنى ان بلادنا يكون فيها يعني هذا الاحترام، وفي ليميت، يعني في ليميت كده، مش رئيس الجمهوريه ده والناس اللي في الموضع يعني يعملوا اللي هم عايزينه وياخدوا الفلوس اللي هم عايزينها، في ليميت يعني. وعشان كده البلاد دي تقدمت وفي بلاد تانية تأخرت يعني. المهم احنا مالنا بقى بالكلام ده، دي كانت الموضوع بتاع النهاردة. لو كان الفيديو بتاعي لخصكم معلومة وقال لكم على حاجة يعني لطيفة وظريفة وتهمكم بما انكم من قاعدين في مواطنين امريكان، ياريت تعملوا بقى سبسكريبشن في القناة وتشاروا الفيديوهات بتاعتي علشان اجيب لكم كل جديد كل شوية. كان معاكم راني سلطان ودي حكايات من الولايات.